صباح الخير البنات. انا عندي الحبه هذه طلعت لي، وحبه هذه بحسي لهم كنت 3 4 حبات طلعوا لي، وكها وقلقوني على الاخر على الاخر، وقمت شنو نعمل لهم الماسك نتاعهم، مش قمت على خاطر شنو نعمل لهم الماسك بهما بالذات، اما قمت انا بكري خاطر قعدت بكري على الاخر وقلت برا خلينا نعمله مع بعضنا، على خاطر برشا سالوني على الحب 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 كيفاش نوع الماسك اللي ينحي الحب، وانا لقيتها فرصه باش نعمله مع بعضنا. بون بغيف انا نعرف اللي فما حتى حد يرفيا توا، على خاطر ديجا تويكا 7:30 تاع الصباح في تركيا، معناتها ليكيفالون تاع 5:30 تاع الصباح في تونس، نصور حتى حد انا توا فايق باش يتفرج في فيديو نتاع ماسك ولا حاجه، سي با نوتخ سوجي. انا نعمل بعد كي تقوموا توا تلقاوه موجود تفرجوا فيه، نبداو مع بعضنا حاجه اللي نستحقوهم الكل باش نقولهم لكم، وبعد كي نفسر لكم واش تعملوا بيهم. ماهوش صعيب الماسك هذايا، اما ماهوش العبيد اللي بو نتاعها سنسيبل خاطر فيها القارص، واذا انت تاع البو نتاعك سنسيبل حط القاكيه اللي على البلاصه هذيا في جلدك، من اليد من هنا مش من هنا، وشوف كان طلع لك حب ولا حموريه ولا حاجه ما تعملوش، اما انا نتصور ماهوش تاع البو سنسيبل. ان توكا نبداو في الموضوع. نستحقوا لهنا اهم حاجه اللي انا خليتها في الفريجيدير ما حطيتهاش قدامي. حاسلو نستحقو عظمة، مغرفة كبيرة قارص، ولا حاسلو عندك ميزانك، وزيت ثوم تحب تحطو تحب ما تحطوش، انت حرة انا نحطو هو خير، لكن اذا ما عندكش منه فما حتى مشكل على خاطره سي بون، معناتها يمشي حتى من غير زيت ثوم، لكن الثوم به برشا للحبة. البنات كي تطلع لكم حبة وما عندكمش الزيت هذا اللي انا نستعمل فيه، عليكم براس ثوم ديجا انا جبته لكم هاو باش نزيد نوريكم، ارسلنا ثوم هكايا تقصوها وتهنوا بها الحبات الموجودين، حتى اللي عندها لكنية راهو الثوم يعاون برشا باش يقتل ويشيح اكل الحبة هذيك. المهم ما نطولش عليكم، احنا باش نستعملوه في غاميزيوغ في الاخر الثوم، وكاو نبداو مع بعضنا. ناخذوا العظمه فقصوها، ناخذوا الابيض نتاعها، انا باش نوريكم طريقه كيفاش تاخذوا الابيض بركه من العظمه، فقصها كل هكايا باش نجربها معاكم على خاطر نعرفها، ما عمري ما جربتها باش نجربها تو معاكم، كان ما مشيتش تو نحي الاصفر وكها. ناخذوا دبوزه هكايا ما مشيتش على الاخر، المهم هي تاخذ دبوزه كي تحطها في الابيض نتاع في العظمه كل تنحي تجبد الاصفر، نحي تو بعد نحي الاصفر نحطو كان الابيض نتاع العظمه، ونزيدوه الماسك هذايا كيما قلت لكم. سامحوني قطرتين ثوم اللي عندها، اللي ما عندهاش قطرتين ثوم البنات ما ياثرش، انا الماسك هذايا كي عملته وعرفته عملته من غير ثوم، لكن انا زدت الثوم وحدي على خاطر نعرف لي بينيفيت نتاع الثوم شنيا يعملوا في الوجه. ناخذوا قارصه كيما هكايا، حاسين نحضر كل شيء لازم في الاخر باش نطلع ناقصه 5 6 حاجات واحد مش قدامي ما نقعدش ماشي ليجي. المهم انا مانيش باش ناخذ مغرفه، هو اون برانسيب تاخذ مغرفتين ولا مغرفه هكايا قارص، انا نعرف بطبيعتي نعرفها، فباش نعصر عيني ميزاني تو سامبلومون شطر قارصه وكاها سي سامبل كون بونجور. من بعد كيما قلت لكم الابيض هذايا والابيض نتاع العظمه والقارص باش تركضهم مع بعضهم بهذيا ولا بمغرفه، انا باش نركضهم بالماكينه تو سامبلومون اختار عندي منها. ناخذ الاصفر هذاك نحيه تو ونركضهم بالماكينه ونرجع لكم.
اوزلك في شوال البنات ولا كيما الكريمة، شفتوا يولي كيما الكريمة بالضبط. Good morning أشكا. أو تو سامبلومون نبعدو على يمين خاطر فيه القارص، نحطوش تحت عينينا. إذا الماسكي نحي الحب البنات، إذا عندكم الحب تعملوه مرتين في الجمعة طوقوا فيه غاميزيغ. نزيد نوريكم الماسك، برشا ماسكيتي نحيو الحبوب، أما أنا هذا أكثر واحد مشي معايا، وكل واحدة شنو يمشي مع الوجه متاعها. أنا هذا أكثر، أنا ما عنديش الحبوب جينيرالمون في وجهي، أما ساعات يطلعوا لي شوية متاع ستريس، متاع ستريس ولا متاع لي ريغل ولا متاع نابورت، متاع ماكلة قارصة ولا حاجة. العظمة الأبيض تاع العظم والقارص دهين برشا. سي بون، انا استركضته شويه، حسيته مازال محلول. ان توكا نخليوه في الوجه حتى لين يشيح 20 مينوت 15 مينوت، حتى لين يشيح كومبليتمون. ومن بعديكا ناخذو ماء حطي فيه وتغلي شويه ماء تو سامبلومون. الماء هذاك تحطوا فيه لو طون اللي يشيح الماء، تحط فيه ورقتين رند، ماذا بيا انا رند اخضر، انا ما عنديش رند اخضر فخديت رند شايح. تحط فيه ورق تو سامبلومون هكايا وكليل كليل جبل، زاد ماذا بينا اخضر كي تبيع في السوق اخضر، لكن انا ما عنديش اخضر نحط مشيح، اما الاخضر البنات خير. نخليه حتى لين اكل هذا مزوز، حتى لين يخفيهم الماء هذاك، يخفيهم الزعتر والرند. خليه هكاك من عرش البوع لو طون اللي شاح فيه الماسك. نتصور ديجا هو ملي تحطه يبدا لونه يتبدل، شوف هكاك كيفاش يبدا لونه يتبدل بشويه بشويه. هذاك هو التونيك اللي باش نمسحو بيه بعد ما نغسلو وجوهنا بالقدا. بيان سور انا نسيت باش نقول لكم قبل ما تبداو الماسك هذا لازم وجهكم نظيف 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 بالقدا، ومادام يبدا عندنا حب في وجوهنا طالع هكايا اون ايفيت اكل بروس الكتريك اللي وريته لكم اللي يغسلوا بها الوجه. مادام نغسلو بيدينا على خاطر يجرح الحبه ويحلها البروس، نبعدو توسكي بروس الكتريك نبعدو عليها، نستعملو يدينا في غسيل الوجه. تغسل وجهك بالقدا بالقدا، ومن بعديكا تمسح وجهك بالماء، ماء معناتها صافيه ولا ماء مقطر ولا ماء مغلي، اللي هو التونيك او التونيك اللي انا نستعمل فيه ديما، اللي هو نحيلي في اي سموريه في وجهي وينقي الوجه وكل شيء ويبيض مع الوقت وصفي بالحق ويعطي لمعه مزيانه للوجه. ماء وخل التفاح نحطه في التونيك هذاك، ونحط معها فيتامين او ونمسح به وجهي. ولا تستعمل اي تونيك عندك، انا نستعمل زيد التونيك نتاع بيوديرما الغوز ولا غارني الغوز زيد الفاتح، كيف كيف نفس الشيء هما غارني وبيوديرما. المهم امسح به وجهي، بعد ما مسحت به وجهي عملت الماسك هذايا قدامكم. بعد الماسك هذاك 20 مينوت ولا 15 مينوت كما قلت لكم، لو طون اللي هذايا الماء يخذ فيه اللي قلت لكم عليه الرند وكليل روزماري، ديجا يبدا لونه يولي كل مره يتبدل شويه. الماء هذاك تخليوه مادامكم نتوما تعملوا البريود اللي فيها الحب ديما امسحوا بالماء هذاك البنات. ديجا هذه تكفي ان شاء الله جمعه، تريتمون تاع جمعه هو، وتمسح به وجهك. بعد ما تمسح به وجهك تاخذ اي زيت، زيت لوز، زيت لافندر، زيت اي زيت عندك، زيت لوز دو بريفيرونس ولا زيت ورد، سامحوني زيت الورد هذايا، وتاخذ معاه
باش نوريكم البنات، خاطر انا مش باش نقعد 15 مينوت حتى لين يشيح الماسك. كمان تاخذ اكل هاوكم شويه قطرتين بنات لي زويل اسانسييل راهم ياسر قويين، من ما يتحطوش بكثره. وناخذ معاه زيت كيما قلت لكم لهنا، زيت الورد، ولهنا هيك خديت زيت الشجره كشي لاغبغ دو تي اللي قلت لكم عليه، الزيت وشجره الشاي ورق الشاي هو بالعربي بالفرنسي اسمه ويل دو لاغبغ دو تي، لهنا هيك مكتوب عندي بالتركي فمانيش نركز معاه. ونحط قطرتين ولا ثلاثه منه، ومن بعد ما نغسل وجهي ونمسحه بالتونيك هذايا اللي قلت لكم عليه، نعمل مساج لوجهي بالهادي بالكريم هادي او كيما قلت لكم هكا نبل الزيوت هذوما. كيما قلت لكم ما عندكمش زيت الورد، الزيت هذا لازم منه فيهوش نقاش، اما زيت الورد ما عندكمش منه تاخذوا زيت اللوز، هو باهي برشا مع زيت اللوز، لكن انا ما عنديش زيت الورد زيت اللوز وفالي خاطر نستعمل برشا، فاستعملت زيت الورد هو زاد في بلاصه زيت اللوز، ولا زيت كيما قلت لكم البابونش، ولا زيت حتى الزيتونه كان عندكم مش مشكل، توفر في كل دار نصور زيت زيتونه، اي زيت نتاع وجه مش تاع شعر مثلا، جيش نعمل زيت البفريو ولا زيت الخروع ولا زيت كليل الجبل زاد كان عندنا به برشا مع هذايا. نعملوا به مساج هكا في وجهنا بطريقه دائريه، رقبتنا وطالعه الفوق، رقبتنا وطالعه الفوق، تعمل مساج. كي يشرب اك الزيت هذاك الكل نخليوه مده ساعه على الوجه، نخليوه قد ما نجمو يشرب اك الوجه الزيت، ما تحطوش برشا على خاطر كي تحط برشا للبشره ما تشربوش وتتخنق، معناتها تاخذ اللي حاجته بيه والباقي تخليه مش باهي. هكا تاخذ هكا ديجا انا كعملت شويه فيسع شربت ديجا، شوفوا البنات ما يقعدش راهو ما تخافوش، تخليوه سويعة ماكسيموم نصيف ساعة لين يشرب كومبليتمون. كي يشرب كومبليتمون تجي تعاود بالتونيك هذايا هو بيدو تمسح بيه، تاخذ البنات قطنة معناتها سامحوني، تاخذ قطنة تو سامون ديكوتون ديسك وتحطهم فك الماء هذاكا بعد ما تصفيه وتعصر، تخلي حتى الماء يبرد زاد البنات تاعها سخون برشا، تعصر اكل القطنة هذيك، تاخذ اكل ميريكا تصفيه في كيس، بعد تحط فيه القطنة تمسحها تعصرها مش برشا، وتعاود تمسح بها وجهك مرة أخرى. تونيك هذاك تستعمل دايما عندك حب، تحب تزيدو قطرتين من زيت الشاي ساش ما يضرش. ومن بعديكا تاخذ فص ثوم البنات، فص ثوم تقصو وتمسح بيه اكل الحبات هذوكم، تحطوا على الحب هكايا واذا بيك ترقد بيه، معناتها تترقى من غدوه الصباح خف برشا 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 الحب البنات. ان شاء الله يكون الفيديو نتاعي اعجبكم، ان شاء الله تستنفعوا منه، بربي اللي تعملها اليدي هذيا تجي تحط كومنتير معناتها، ولا تقول راني استعملتها وجات باهي. انا باش نستعمل لي باتش تاعي اونطوطون، خرجتهم وتوا هاني ريتهم من الفريجيدير اللي قلت لكم عليهم وديما نقول لكم عليهم، تخليوهم في تحت عينيكم ديما، هذوما ديما ديما ماسك ولا مش ماسك ديما، هذوما كل يوم دو بريفيرونس تحطهم حتى 5 دقائق اللي نجم لو ماكسيموم. حكيت لكم عليهم لي باتش هذوما البنات، مش كل مره باش نقعد نحكي عليهم. كيما قلت لكم نعاود لكم من الاول ملخص، تاخذ عظمه ابيض نتاع عظمه مع قارص عينك ميزانك مع قارصه، تركضهم بهذيا ولا بمغرفه ولا بالماكينه لين يوليو كل كريمه تولي كشكوشة بيضة، ومن بعد تدهن بها وجهك تخليه 15 أ 20 مينوت، ومن بعديكا تمسح بالماء اللي فيه كليل الجبل وفيه الكليل العادي والرند ماذا بينا يكون أخضر، عندك فيتامين أ زيد ما عندكش مش لازم. والماسك هذاك اللي قلت لكم عليه أنا زدت فيه اللي عملته بالركاضة اللي هو العظم والقارص، زدت فيه شوية زيت ثوم، فهمت قطرتين ثلاثه زيت ثوم ماهوش لازم، انا زدته ما تحبش تزيدو ما تزيدوش. كما قلت لكم بعد ما مسحنا بالماء هذاك اللي فيه الكليل وفيه الرانت، عندك فيتامين او ما عندكش مش لازم، تمسح به وجهك. بعد ما تمسح به وجهك تاخذ زيت لاغبغ دو تي اللي هو زيت ورقه الشاي ومعاه زيت الورد، والا ما عندكش زيت ورد تاخذ زيت لوز، هو ماذا بينا بزيت اللوز، ما عندك زيت لوز تحط اي زيت نتاع وجه مش نتاع شعر، وتعمل بهم مساج لوجهك ما تحطش برشا، تعمل بهم مساج كي يشيح اكل الزيت هذاك ويشرب وجهك، تاخذ فص نتاع ثوم وتدهن به الحبوب اللي عندك في وجهك وترقد به، والا تخليه لو ماكسيموم بوسيبل في وجهك. البنات ان شاء الله نكون نفعتكم بال
الحكايه اللي قلتها لكم، ماذا بكم البنات عيشكم عيشكم كي تستعملوها وتمشي معاكم، تخدموا هذه تعملوا 3 مرات مرتين في الجامعه قد ما تنجم، حتى ان شاء الله كل يوم، حتى لين يتنحى الحب جمله واحده. به برشا الحب، واللي عندها اكنه اذا داوم عليه مرتين على 3 مرات في الجامعه راهو يتنحى الحب، يخف برشا برشا. ان شاء الله نكون نفعتكم. بالسلامه، ان شاء الله نهاركم زين، وباي باي.